بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي وأحبابي طلاب مدارس المدينة الأكاديمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا لدروس الرياضيات للصف الثاني الابتدائي، درسنا راح يكون إذن درسنا هو تقدير ناتج الجمع. فكرة الدرس أني أقدر ناتج الجمع لأعداد من ثلاثة أرقام. إذن عندي ثلاثة أرقام راح أقدرها، أما لأقرب عشرة أو أقرب مئة. المفردات طبعا مفردة أقدر ومفردة أقرب. أستعد. يبلغ عدد الطلاب في إحدى المدارس 429 طالب، ويبلغ في مدرسة أخرى 297 طالبا. أقدر عدد الإيش الطلاب في المدرستين. نلاحظ الآن نريد أن نقرب إلى أقرب عشرة. إذا أردت التقريب إلى أقرب عشرة، انتبه معي، هذه العشرات 429، هذه 20. لاحظ إذا كان عندي طبعا جارتها الأحد 9، فهي 29 قريبة إلى 30 ولا 20؟ واضح أنها قريبة إلى 20، لكن بإمكاننا نقول أنه إذا كانت الأحد 0 1 2 3 4 ما تعطي، هذه بخيلة ما تعطيها 1. أما إذا كانت الأحد 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 9 تعطيها 1. يعني مثلا هنا لاحظ التسعة نلغيها ونخليها صفر، وهذه نزودها 1. إذا زيادة 1، منين جاء الواحد؟ لأن التسعة نسميها كريمة. إذا هذول كريمات وهذول بخيلات. إذا كانت تحت الخمسة تصير بخيلة أو ما عندها، فقيرة ما عندها إيش عشان تعطي أحد. لكن إذا كان معها فوق الخمسة 6 7 8 9 تصير كريمة. إذا الآن 20 تصبح لدينا كم يا شاطرين؟ تزيد 1 تصبح أقرب إلى 20 ولا 30؟ ممتازين، أقرب إلى إيش 30. أما 60 طبعا المطلوب إلى أقرب 10، هذه أحد هذه عشرات، العشرات 6 الآن، العشرات 6. طيب الآن 60 قريبة إلى 67 قريبة إلى 60 ولا 70؟ ما رأيكم؟ بما أن اللي جنبها كبيرة اللي هي 7، فأكيد زي ما قلنا راح تعطيها إيش، هذه بتعطي 1، بتزود 1. إذا كانت فوق الخمسة تزودها 1، إذا هذه تعطيها 1 فتصبح 70. ونلغي طبعا هذه نلغيها وهذه نلغيها. إذا الجواب راح نشوف من البداية، لاحظ أن هذه 429 قريبة إلى 430، لأن ممتاز ممتازين، لأن العشرات هنا 20 أصبحت إيش 30، لأن اللي جنبها كبيرة. الآن 60 أصبحت 70، إذا اللي جنبها أيضا كبيرة. الآن نستطيع الجمع 0 زائد 0 0، 3 زائد 7 10، والعشرة تكتب 0 والواحد زي ما تعلمنا فوق. الآن نجمع المئات، 4 زائد 2 6 والواحد 7. إذن بكذا يكون هذا اسمه تقريب إلى أقرب عشرة. نعيد، العشرات 20 ولا 30؟ نقول إيش 30، لأن اللي جنبها كبيرة. 60 ولا 70؟ نقول 70، لأن اللي جنبها 7 كبيرة. وبعدين نجمع إيش زي ما تعلمنا من أول. الآن نأتي إلى، إذا الآن نمسح، الآن أقرب 100 طبعا نبدأ نفس السؤال. لاحظ الآن أقرب 100 نفس الفكرة، لكن نقرب الآن فقط المئات والباقي نلغي. زي ما قلنا إذا كان اللي جنبها صغير، مثلا هنا اللي جنبها 400 إيش 20 صغيرة، 1 2 3 4 صغيرة، فما تعطيها شيء فتبقى 400. أما هذه 200، لاحظ أقرب 100 هنا 200،
200 اللي جنبها 6، والستة مع الكبار 5، 6، 7، 8، 9، دول كبار، فتعطيها 1 فتزيد 1 المئات فيصبح إيش؟ 300. ممتاز. الآن الجمع سهل جدا، 0 زائد 0 0، 0 زائد 0 0، والمئات 4 زائد 3 يساوي 7. وبكذا يكون انتهينا من التقريب إلى أقرب إيش 100. الآن نذهب إلى الإجابة. إذا بعد ما نخلص الإجابة أقدر الناتج، أقدرناه طبعا إلى كم أصبح الناتج؟ هاي يا شاطرين كم ناتج الجمع؟ التقدير يطلع كم؟ 700. إذا ناتج الجمع 700 زي ما شفنا، قدرنا إلى 700 تقريبا، 700 إيش تقريبا. أما ناتج الجمع المضبوط 606 وإيش و90. راح نجرب هذا الشيء في السؤال التالي. أتأكد وقدر الناتج الأقرب 10 وأقرب 100. الآن نبدأ، لاحظ معي الآن 400، 385. الآن أقرب 10، أضع دائرة على العشرات، 80 ولا 90؟ هيا شاطرين زي ما تعلمنا، إذا اللي جنبها فوق الخمسة فتصير تعطيها 1، نعم تعطيها 1 تصير 9، إذا 390. هنا الرقم الثاني 517، هذه 10 ولا تصبح 20؟ ما رأيكم؟ ننظر إلى اللي هي الآحاد، إذا كانت فوق الخمسة تعطيها 1 تصير 20، أو تقول 17 أقرب إلى 20، 85 أقرب إلى 90، إذا زي ما تعلمنا فتصبح نعم 390. إذا نحذف الإيش الآحاد ونبقى فقط على العشرات، 80 تصير 90، لماذا؟ لأن اللي جنبها كبيرة. أما 10 510 ولا 520؟ لاحظ أن اللي جنبها كبيرة تعطيها 1 تصير 520. الآن نستطيع الجمع، 0 زائد 0 0 و9 زائد 2 11، 1 والواحد فوق زي ما أنتم شايفين، والمئات طبعا 5 زائد 3 8 و1 9، فيصبح الناتج 910. الآن نأتي إلى سؤال الإيش تقريب إلى أقرب إيش 100. ركز معاي الآن، ناظر، نرجع لنفس السؤال، أين المئات يا شاطرين؟ آحاد، عشرات، هذه هي المئات، 300. الآن هي قريبة إلى 300 ولا 400؟ ممتازين، الإجابة تكون مباشرة إيش 400. ليش؟ لأنه للعشرات 8، و8 كريمة تعطيها 1 فتصير 400. أما العدد الآخر 500 ولا 600؟ ما رأيكم؟ نعم 500، لأن اللي جنبها صغيرة ما تعطيها، فيصبح لدي 400 و500، والإجابة تكون 400 زائد 500 يساوي كم يا شاطرين؟ 900. ممتازين. الآن نجمع الجمع عادي، طبعا 5 زائد 7 12، نضع هنا 1 زي ما تعلمنا الدرس السابق، 5 7 براسي و5 بيدي، بعد 7 8 9 10 11 12، ونكتب الاثنين هنا والواحد هنا. أما العشرات 8 زائد 1 9 والواحد 10، فنضع 0 و0 هنا والواحد هنا أيضا في إعادة تجميع. الآن المئات 5 زائد 3 8 والواحد يصير 9. وبكذا يكون أنهينا السؤال، وبنفس الطريقة طبعا راح نحل الباقي الأسئلة. طبعا هنا تحدي، اشرح لماذا أعتبر 500 أفضل. طبعا الآن باقي الأسئلة بنفس الطريقة طبعا راح نقرب إلى أقرب، اللي هي هذه أنك تقدر الجواب إلى أقرب 10 أو أقرب 100، طبعا بنفس الإيش نفس الفكرة اللي حليناها طبعا في التدريب الأول. تشوف الأحاد، تشوف العشرات، وتشوف إيش مرة العشرات ومرة المئات. وبكذا يكون أنهينا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.